فضيلة الشيخ، كيف ترجحون عدم اشتراط الطهارة في الطواف على حديث الواردة افعلي ما يفعل الحاجة البقيرة لا تطوف البيت، والطواف كالصلاة إلا أن وقفك الكلام؟ نعم، أما الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت، فهذا لا يدل على وجود طهارة الطهارة من الحدث الأصغر، لأن عائشة حائض، والحائض لا يمكن أن تقوم بطواف ولا غيره ولا أن تمكث في المسجد، فالعلة ليس هو الطهارة، العلة أنها حائض والحائض لا تمكث في المسجد. وأما الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عن ابن عباس مع أنه منتقل ليس مضطرب، لأن الطواف يخالف الصلاة في أكثر من الكلام، فإن الطواف ليس له تحريم ولا تحريم، والطواف يجوز فيه الضحك لا يطول الضحك، والصلاة يقولها الضحك، الطواف لا يقوله الأكل والشرب، والصلاة يقولها الأكل والشرب، الطواف لا تشترط فيه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها، والصلاة تشترط فيها، الطواف لا يشترط فيه استقبال القبلة، بل لا بد أن تكون الكعبة عن يساره، والصلاة تشترط فيها ذلك، فهو يخالف الصلاة في كثير من المسائل، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون مضطردا لا ينتقض. فلما انتقض هذا الحديث بما ذكرت بعضه علم أنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كلام الرسول معصوم. ثم إن إذا قلنا بأنه لا يشترط لا يعني أننا نقول إنه ليس بمشروع، بل هو مشروع وأفضل لا شك أن الإنسان يطوف على طهارة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الطائف سوف يصلي بعد الطواف ركعتين مباشرة، ولا بد في هاتين الركعتين من الطهارة بالاتفاق، وهذا الذي ذكرناه هو مختاره شيخ الإسلام رحمه الله ورجحه وقواه.